السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات السادة مشاهدي برنامج الأرض على قناة مصر الزراعية، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تحقيق القيمة المضافة. القيمة المضافة مصطلح اقتصادي قد نسمعه كثيرا ولا نفهم معناه الشامل أو معناه الواقعي على أرض الواقع. القيمة المضافة هو ربح يأتي من عدم، أو ربح يأتي من بدون رأس مال. أنا عندي مشروع معطل يكلف عشرات أو مئات الملايين، قد يظل معطل أو قد تكون إنتاجيته واقفة عند رقم معين. النهاردة لما أشغله بكفاءة عالية أو إن أنا أرفع قيمته المضافة، يعني بنفس العمالة بنفس الكهرباء بنفس تكاليف الإنشاء، بدل ما أخد منه 10 مليون جنيه في السنة ممكن أعظم إنتاجيته ل20 مليون جنيه في السنة. يبقى العشرة اللي جت هي قيمة مضافة وجت لي ببلاش، يعني ربحية كاملة أو رفعت إنتاجيتي. القيمة المضافة في مجال الإنتاج الزراعي أو في مجال الزراعة مربحة جدا، لأن مجالات الزراعة واسعة. بنزرع طماطم أحيانا وتفيد عن حاجتنا الاستهلاكية فنرميها في الترع والمصارف تجيب لنا أزابيقي وتجيب لنا ذبابة وآفات حشرية. أحيانا موسم الموالح يبقى التصدير واقف والإنتاج زايد، كنا بنرمي الموالح وبالتالي الناس تقلع الأشجار. فالقيمة المضافة في الموالح مثلا ممكن نعمل مصانع مركزات عصير محلية في أماكن إنتاج الموالح. هذه المحطة اللي أنا بصور منها أحد صور أو أحد أوجه التعاون الناجح بين وزارة الزراعة، متمثلة في الإدارة العامة للزراعات المحمية التابعة لمركز البحوث الزراعية، وشابين من القطاع الخاص كل منهما يملك شركة تصدير للحاصلات البستانية. اتفقت إرادتهما وعزيمتهما على قبول دراسة مزايدة عملتها الإدارة العامة للزراعة المحمية في وزارة الزراعة لطرح هذه المحطة التي كانت مهملة أكثر من 20 سنة. طوروها، حطوا فيها أكثر من 15 مليون جنيه لتطويرها، وإن شاء الله شغالين وبيدفعوا إيجار سنوي بيعمل فيها من 350 إلى 450 عامل. يعني الشابين دول فتحوا حوالي من 350 إلى 400 بيت كانوا كلهم يمكن نايمين أو في خانة البطالة، حولوهم من عمالة عادية أو من عمالة مهمشة إلى صناعية زي ما احنا شايفين. عندهم خبرة في تدريج العنب، في تهذيب عنقود العنب، في تكييس العنب، في تجهيز البرتقال، في تجهيز الفواكه كلها وتعبئتها وتجهيزها للتصدير. النهاردة هقابل الشابين اللي بدروا هذه المبادرة وأخذوا على عاتقهم تحقيق القيمة المضافة من هذا المكون التابع للدولة الذي كان مهملا. هقابل أحد أو المشرف العام على الإدارة العامة للزراعة المحمية في وزارة الزراعة، وهو أحد الجنود التابعين لوزارة الزراعة اللي ساهموا واقترحوا تحويل هذه المحطة إلى وجه مشرف من أوجه التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. تعالوا معانا كده نشوف ملامح هذه التجربة وإن شاء الله تكون سعداء جدا، وأنا إن شاء الله أسعد بها معاكم. خليكم معانا.